African voice is very critical in the international system. الصوت الإفريقي بالغ الأهمية في النظام الدولي، ونحن بحاجة إلى دولة عضو رائدة في الاتحاد الإفريقي مثل الجزائر أن تواصل في أداء دورها، وهو دور خاص جدا. ونحن طبعا نود أن تكون الجزائر موجودة دائما في هذه الميكانيزمات ضمن الاتحاد الإفريقي أو على المستوى الدولي. دوركم كأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة يكتسي أهمية بالغة. نحن نريد أن تواصل الجزائر في الاطلاع بهذا الدور البارز لصالح القارة الإفريقية من أجل إفريقيا أفضل أكثر أمانا وسلما، ومن أجل قارة تحترم حقوق الإنسان وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي نحتاجها وتطمح إليها الدول الأعضاء.